رجعنا لكم بعد الفاصل. مش قادره اقول لكم ريحه الاستوديو عامله ازاي من الشوي، وكمان المكرونه ان شاء الله هتعجب ولادكم جدا. طعم الكاتشب فيها هيكون حلو قوي مع رشه الفلفل الاسود، هي مختلفه شويه. كل كام يوم صيام كده لازم نكسر حده الملل بتاعتهم بحاجه قويه بيحبوها. طبق لذيذ زي كده نغرفه مخصوص لطفل موجود عندنا، نحط له البطاطس بطريقه معينه. انا هنا جبت المكرونه اشكال، وعندي هنا هوت كوكا متخصصه الهدايا، بتجيب هدايا للصايمين، نقول لهم ايه افتحوا وخدوا ونشوف مكتوب ايه. مكتوب جايزه الصيام، بصوا جميله ازاي، نحطها لهم كده بقى. ايه هم فتحوا اخذوا ويحطوها جنب طبقهم، انا توحتها بعيد معلش انا قصيره والمكان هنا كبير. بصوا بقى احنا هنعمل برضو بما اننا عايزين نفرح اطفالنا ونكسر حده الملل، وبرضو الحلويات اللي بسكر كتير زي الحلويات الشرقيه يعني بياخدوا منها حته، احنا بقى عايزينهم بياخدوا لبن وياخدوا فاكهه برضو في الصيام لانهم محتاجين ده. النهارده قررت اعمل لهم مهلبيه بالفواكه. عندي لتر لبن فضيته هنا علشان يغلي عشان انجز، وست حبه منه عشان ادوب فيهم النشا. انا مبدئيا بحط اللتر اللبن ست معالق نشا كبار، اشتغلت معايا اشتغلت، ما اشتغلتش بزود تاني. بس ساعات في نشا بتبقى حلوه جدا يعني بتقل قوي، وفي نشا لا. 3 4 5 6 فعشان كده ما برضاش احط النشا مره واحده، وهقلب النشا عشان ادوبها في اللبن. وعيني برضو هنا اهو على اللبن ده، بقيت اللتر بحوش معلقه، بحوش ربع نص كوبايه كده ادوب فيها بدل ما ادوب في ميه عشان تبقى الدسمه بتاعتها باينه واضحه. يعني النشا بتبقى ماسكه في الاول بس بتدوب كويس. هحط بقى هنا نص كوبايه سكر مش هنكتر السكر برضو لاننا حاطين فاكهه، وهتاكد هنا ان النشا بتاعي ده حلو. اجيب برضو معلقه ايه صغيره، واجيب الجناب هي كلها دابت اهي، بس لو في اي حاجه مكلكعه هاخد بالي منها واحاول اعملها. مش عايزين ايه يبقى الاكل طعمه نشا. يبقى احنا المهلبيه بتاعتنا لتر لبن عليه 6 معالق نشا، وهنحط له حاجه هتحسن طعمه هقولها لكم دلوقتي. هقلب بقى على طول، او طالما حطيت النشا هقلب على طول. بدات تاخد معايا سمكه حلوه اول ما حطيت النشا. بصوا ولا كلكع ولا اي حاجه مني، النشا هنا حلو. الست معالق لفوها على طول، بس انا ما ينفعش اطفي الا لما تعمل بكبكه من كل مكان. في الانواع المحلبيه اللي بالفواكه بترجع تشف بعد ما اللون بيبيض، في اللبن ما بنعرفهاش قوي لان اللبن اصلا سائل مش شفاف، فبنعرفها بايه؟ ان احنا نلاقي بكبكه في كل مكان لو احنا مش صايمين طبعا هندوق. عندي معلقه فانيليا هحطها، بتدي نكهه حلوه قوي. هرفعها من على النار ثواني عشان عايزه اوريكم خطوه. انا جايبه باكو كريم شانتيه، جايبه ايه؟ باكو كريم شانتيه اللي هو الباكو اللي بيتباع في السوبر ماركت. ومعايا هنا اهو تقريبا نص كوبايه لبن، وهدوب الكريم شانتيه كده مع اللبن، وبعد ما تخلص بكبكه هروح حاطاه معاها. ما تتخيلوش بقى بيدي طعم قد ايه جميل قوي 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 للمهلبيه. بص انا مش شرط اضربه، انا بس دوبته كويس. هجيب بقى المهلبيه بتاعتنا على النار، انا عايزه اعززها بفاكهه. عندي النهارده خوخ، هحط معاها خوخ. بص بقى هيبقى كميه الحاجه اللي مسكره اللي هم بياكلوها اللي هو اللبن اللي دايب في المهلبيه مع السكر قليله، هم بياكلوا فاكهه. وعندي ثمرتين كنتالوب كيوي اهو، ده اخضر وده اخضر. الكيوي على فكره من الحاجات المغذيه جدا ومليان فيتامين سي. وعندي فراوله هسيب حبه منها للزينه، وحبه كله متقطع مكعبات صغيره، وهحطها في قلب المهلبيه وهقلب. وهجيب الكريم شانتيه بتاعي، وهنزله كله هنا
مش هسيب منه حاجة، هاخد بقية شوية اللبن تقريبا بقية النص كوباية وهنزلها معايا، وهقلب ده بقى زي كده لما بنحط قشطة في النهاية، بدل ما نحط قشطة المرة دي هنحط كريم شانتيه. بصوا بقى طبق المهلبية بتاعنا بقى غني ازاي، وبالرغم من ان اللبن مش شفاف الى ان برضو بيبدأ يظهر فيه سنة شفافية، بيبدأ يظهر فيه سنة شفافية لما النشا بتغلي كويس. برضو هعلي عليه، علوا عليه في النهاية عشان تشوفوا البكبكة بتاعتها، لازم نشوفها ونتأكد. هجيب بقى الكاسات اللي انا هغرف فيها، واحنا واقفين كده نقطع بقى الكنتالوب على اساس ايه يزين بيه، تقول ان جوه فيه الحاجات ديت والخوخ. وخلوه بقشرته علشان القشره ليها لون وهو ليه لون، الفتوا بقى نظر ولادكم للالوان. انا بحب الفت نظر ولادي، ولادي كبروا دلوقتي بس يعني كنت بحب الفت نظر ولادي للالوان. عارفين بتبصوا تلاقوا في كده ذوق ورقي وجمال بيبقى في اخلاقهم وفي تصرفاتهم، بيطلعوا حساسين مختلفين عن اي اولاد تانيين. هنا كده خلاص بصوا هطفي بقى عليها. على فكره هي التخانه دي اخدتها من الكريم شانتيه، فما تقلقوش تقولوا ان نشاها كتير، لا الكريم شانتيه بيتخن شويه بس بقى ما بتستمرش تتخن بعد كده لما تبرد. هقلب كده، انا عايزه ايه تنزل. في بعض الحبيبات انفصلت من الكيوي فبقت زي شبه حبه البركه شويه كده باينه فيها. لو عايزين نحط جوز هند جواها نحط، عايزينها كده يعني حسب بقى ما بنحب، ونحط جوز الهند على وشها مع الزينه دي حاجه ترجع لنا. بصوا هنا السطح ما بيبقاش املس قوي علشان في فواكه، بس احنا هنخليه يبقى املس بايه، او يعني هنخليه يبقى واضح كده لما نحط عليه جوز الهند. ادخل الحته دي لجوه، جوز الهند بيخلي وش المهلبية يفضل طري، ما يعملش القشرة اللي زي الجلد او القشطة دي وبتطلع لوحدها. انا بحس ان هو يعني بيخليها تفضل طرية. لو احنا مش عايزين نحط جوز هند على الوش، رشة سكر بعد ما نغرف، بتطري الوش، بتمتص الرطوبة اللي بتطلع من البخار. عارفين الوش بينشف ليه؟ بيطلع بخار، البخار دوت بيتكون تحت السطح اللي لمسه الهواء وجمد، فبيبدأ يفصله عن بقية المهلبية. إنما احنا في ساعتها لما بنرش عليها وهي سخنة حاجة كده، بنخلي أي بخار يطلع، جوز الهند ده مجفف بيمص الرطوبة وبيطرى وبيبقى طعمه حلو كأنه بقى طازة أو فيه لبن، وفي نفس الوقت يخلي لنا المهلبية طرية. السكر نفس القصة، السكر بيمص أي رطوبة، فلو البخار طلع السخن السكر هيمصه ويعمل طبقه طريه ويبدا يسيح، فبالتالي واحنا بناكل ما نلاقيش القشره اللي بتفصل فوق عن تحت، وده طبعا بيبقى افضل في طعم المهلبيه. انا هنا بقى هحط كده اهوت كام شريحه خوخ على جنب كده، واخد الكيوي واحطه. انا مش عايزه املى الطبق عشان انا عايزه احس ان ده طبق مهلبيه، فعايزه اخلي الزينه في نصه بس. هاخد الطبق التاني، ومش شرط تعملوا كل الاطباق بشكل واحد، يعني لو احنا عندنا اولاد وليهم امزجه مختلفه كل واحد يقف يزين طبقه، ايه المشكله؟ اهم حاجه بعيدنا عن النار وبعيدنا عن السخونه نبقى واقفين بقى رايقين. عايزين نزين من الوش برضو نحط كريم شانتيه، ممكن نحط كريم شانتيه، يعني الامر متروك ليكم. بصوا قد ايه
يعني كاستين شكلهم حلو قوي قوي وبساط وهيسعدوا ولادنا. بصوا قد ايه ايام رمضان جميله ومحاولتنا لاسعاد ولادنا اجمل واجمل. الوجبه اللي احنا عملناها دي وجبه من الوجبات السهله، الفراخ تبلناها بايه، الحاجه المميزه قوي ليها اللي حطيناها معاها هتخليها تحفه، اللبن الرايب، لبن رايب مع معلقه عسل مع معلقه مستارده، حطينا ليمون وبصل وخل ربع 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 او نص بصل، وحطينا توابلنا اللي بنحبها. انا هنا حطيت التابل المميز زعتر وحطيت كركم عشان يدي بس لون حلو للفراخ. قلبنا كل ده مع معلقتين زيت ورقدنا فيهم الفراخ لمده يوم، بتبقى رائعه. وهي طبعا مخليه ومتفتحه فشرب الحياء من كل حته ومش هتاخد هو وقت الشوي. لو انتم مقلقين او الشوايه بتاعتكم بتحمر الحاجه بسرعه وحاسين ان قلبها ما استواش كويس، بعد ما تتشوي غلفوها بورقه فويل ودخلوها الفرن لمده 10 دقائق، فرن على 180. المكرونه انا جبت شكل يفرح الاطفال، عملت فيه ايه؟ سلقته ورحت مقلباه بس في حبه زيت، عليهم حبه كاتشب وفلفل اسود، وغرفت كل اللي انا عملت ان انا زينت مش اكتر. البطاطس حمروها علشان تبقى مقربشه وتعجب ولادكم. ازاي؟ هاتوا البطاطس قشروها وانقعوها في ميه سخنه بخل، ميه بتغلي، مثلا كيلو البطاطس حطوا عليه يغطوه ميه بتغلي وحطوا عليه نص كوبايه خل وسيبوه 10 دقائق متغطي، وبعد كده خدوه حمروه. وممكن الميه اللي بخلي دي تحطوا معاها بودره بصل او بودره ثوم، النكهه اللي بتحبوها. حمروا البطاطس وشوفوها هتكون رائعه ازاي، هتعجب ولادكم. ايه رايكم؟ وصفاتي ريحتها حلوه وان شاء الله طعمها هيكون اجمل وشكلها برده حلو، يعني الصوره بتاعتنا ان شاء الله تكون اكتملت النهارده. انا هاخد لقطه واحطها في الالبوم، خدوا لقطه معايا واستنوني في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا في رمضان.